ووصلنا للفقرة اللي كتير بتهم يا نور كل كل العالم الأمهات وكل الأمهات تحديدا، يعني العديد من الأطباء حول العالم عم يحذر من جائحة كورونا المستجد جديدة يلي بدها تجتاح العالم خلال الشهرين القادمين مع انخفاض درجات الحرارة، وبيبقى الخوف والقلق هو الأكبر باتجاه الأطفال وخاصة بعمر الروضة والحضانة لعدم إدراكهم لمعنى المرض واتباعهم سلوكات أو سلوك ممكن بتبادل الكمامات يؤذوا بعض. رح نحكي أكثر عن طرق الوقاية، رح نحكي أكثر عن طرق التعامل مع الأطفال من ناحية التوعية، من ناحية الأهل ومن ناحية الروضة أيضا، مع الأستاذة ريما جحجح اختصاص رياض أطفال. أهلا وسهلا فيكي، هلا، صباح الخير. صباح الخير. سعد صباحك. صباحك، أهلا أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح يمكن النور. هي المشكلة وهذا القلق كل الأمهات اليوم عم تعيشه ضمن هاي الظروف الحالية اللي عم نعيشها، اجتياح فيروس كورونا العالم، وفي موجة تانية هلأ عم يحذروا من الأطباء اليوم في سوريا. خلينا نحكي عن الإجراءات الوقائية خصوصا مرحلة رياض الأطفال. يعني أنت عم تحكي حتى الخمس ست سنين بالمدارس مش ملتزمين، بس أوعى لما الأم تكون موظفة مضطرة تحط طفلة اللي عمره 10 شهور أو اللي عمره سنة، هي عم تحط أمانة فدائما بتلاقيها خايفة من هي التفاصيل. خلينا نحكي عن هي الإجراءات الوقائية اليوم. أهم شيء نحن بالنسبة لنا أهمية رياض الأطفال. في أمهات كتير بيقولوا أنه مثلا أنا ماني مضطرة أني أحط ابني بالروضة أو لسبب معين بحطه عند حدا. هي المرحلة مهمة جدا، لكن نحن بظروف وباء والوباء عالمي، بالنسبة لأطفالنا صار عندهم هذا الوعي من خلال نشرات الأخبار، من خلال برامج تثقيفية اللي نحن سعينا من خلالها أنه نبعث للأهالي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والتواصل معهم بشكل كامل. وأكيد الفترات السابقة كان في عنا فترة حجر موجودين بالبيت، فكان في عنا مطلوب منا برنامج توعية للأطفال، كنا نبعث لهم عن طريق مجموعات الواتساب انه فيديوهات تثقيفيه، فيديوهات عن اطفال كيف بيغسلوا ايديهم، وصارت مسابقات بينهم وبين بعض انه كيف تعقيم، وما نعطيهم هذا الخوف والرعب والقلق اللي الام والاب بيزعوه، دليل نتيجه خوف، يعني كلياتنا بنخاف اكيد على اطفالنا وحرص اكيد. فنحن مطلوب مننا بهي المرحله بعد ما الاطفال اجوا على الروضه اكيد بيكون ضمن شروط امان وسلامه، ضمن شروط تعقيم كلياتنا، مثل ما بنعقم بيوتنا اكيد بنعقم اماكن تواجدنا بالعمل، ومثل ما قلتي اطفالنا امانه، فهدول مثل ما بتصرف مع بنتي بتصرف معها بالبيت او حضرتك مع بنتك، فالمطلوب مننا نحن انه كمان الروضه تكون معقمه ونظيفه، بس لازم نكون نحن يعني شيء نكمل بعض نحن والاهل. هني اكيد بتعويض الاطفال على لبس الكمامه، هاللي نحن ما عم نقدر نسعى لهذا الموضوع ضمن نطاق الروضه، بتعرفي في انشطه، في العاب، في تواصل بينهم وبين بعض، لكن دائما في توعيه، في تباعد، هذا الموضوع دائما كنا حريصين انه على التباعد بين الاطفال، على تعليمهم باول كام يومين، يعني اول كام يوم انه كيف نغسل ايدينا، كيف نكون بعدين، كيف نلبس الكمامه، تعقيم. فهلا صارت عندهم عادي لما يوصلوا على الباب قياس الحراره فورا بيوقفوا، بيودوا ايديهم، بيعرفوا انه نحن بنعقم، حفظوا هي القصه. تمام. مس ريما، خلينا نحكي يمكن قديش مهم يعني يشوفوا الطلاب قدام عيونهم، ان كان اهاليهم وان كان الانصات اللي بالمدرسه او المشرفات على الاطفال، انه هن بالفعل حاطين كمامه، بالفعل عم يعقموا. بتحس الولد دائما عن بشو اللي بشوفه بنفسه، يمكن اذا قلتي له انه حط الكمامه يحط الكمامه ما حيحطها، ولكن اذا شاف انسته حاططها هو رح يحطها. هلا عم نشوف كمان عم نحط كمامه وماسك، ماسك هذا البلاستيك صح. عم يكون كمان بضايق جدا من هون، بضايق المطاط. جبناه فتره وهو يعني وسيله الامثل، وسالنا طبيب اطفال، يعني استشرنا اكثر من طبيب هو انه احنا شو الطريقه احسن من يمكن ما يشيلوا الكمامه وينقلوها بين بعض. هلا اول فتره انه كمامتي حلوه، رسومات اللي عليها شفتي هلا الاعلانات كيف صار، انه الاشكال المحببه للطفل، انه نحن عم نطلب انه يلبس الكمامه، فهو لا سنة اليوم ماما ما جابت لي هي الكمامة، عم يعانوا منها هي القصة. حطينا هذا المانع يعني انه الماكس، بس في عنا مشكلة فيه انه دائما بتحسي انه هو بعيد عن الطفل الاخر، فقد ما حاولتي انه
لا البسه، لا خليك ماما لابسه، لا افضل انك تكون لابسه لإلك، يعني لامي انا اكون لابسته، المس تبعه بتكون لابسته. لكن الكمامه لما حكينا مع طبيب اطفال كان الافضل انه الكمامه والواقي بنفس الوقت انه يلبسوا اثنيناتهم سوا، فهذا كان عبء علينا بالنسبه للاطفال. لما المس عم تدخل على الصف انا اكون موجوده مثلا لابسته، عم يغبش لانه لا لا انه عم بيزعج وقت الطعام، وقت حتى يعني بده يحكي، بتعرفي يعني طفل شو 4 سنين 5 سنين بده بيرفعوا صار يلعبوا فيه انه يرفعوا. بالعكس هو يعني انا بالنسبه لي حسيته الامان افضل، يعني انه كوسيلة يحافظ عليه على الطفل كثير ساعدني، خاصه الامن التباعد، لانه طفل ما فيك تقولي له ما تعبط رفيقك، ما فيك تقولي له بده يتصور، يعني هلا مثلا نجي بتصورهم لا شعوري بيقرب، لا ماما بعد شوي عنه لا تقربه، حتى الكراسي بكونوا بعدينهم برد لا بدهم يقربوها. تواصلنا مع الام دائم ومستمر بالنسبه لموضوع التوعيه، بالنسبه للافلام الكرتونيه اللي هلا كثير عم تساعدتنا بهذا الموضوع، انه عم بخلي الاطفال يتفرجوا عليها بشكل دائم، والمس ملتزمه بالوقايه بالنسبه للبسها للكمامه، فهو طبيعي بده يقلدها لانه هي قدوته. هو فعلا كمان بيقلت المحيط طول ما شاف الانسات في عندهم هي الاجراءات بده يقلتهم اكيد. بس خلينا نحكي عن شعور الامان اللي بتزرعوه بقلوب الامهات اليوم من خلال هي الاجراءات، لانه مرحله رياض الاطفال هي مرحله مهمه عند الاطفال، بس في كثير من الامهات بتقول لك لا انا بخليه بالبيت حفظا وامانا، بالنسبه لي اريح لراسي طول الوقت عم تفكر وطول الوقت اذا ام موظفه فهي مضطره. فهي الحاله كيف فيكم فعلا انتم تزرعوا هي؟ هلا لما بدها تيجي الام وتزورنا بالروضه نحن دائما بنطلب منها تواصل، يكون في بيناتنا تواصل. لما بتيجي نحن بنعرف مرحله رياض الاطفال هي مرحله مهمه كثير بالنسبه للاطفال حتى للمراحل المستقبليه القادمه، فهي ما بتقل اهميه عن المراحل الدراسيه ابدا ابدا. لكن تواصلنا مع الام وجيتها لعنا وزيارتها لعنا على الروضه، ولما بتشوف موجود التعقيم الدائم ودائما عندي تواصل على مجموعات الواتساب، الرجاء الكمامي، الرجاء المعقم، الرجاء التاتش، هذا دائما بشكل مستمر، فهي عم تطمئن. لما بتجي لعنا على الروضه وبتدخل بتعرف الطفل دائما في تفاصيل بيرجع بيحكيها للام، دائما في حوار، انا دائما بطلبهم بين الام والطفل حتى الاب يكون له دور فعال، انه اليوم شو عملنا، اليوم معقمنا، دائما هذا السؤال صباحا لما بينزل ماما عقم، ماما انتبه. حتى لما بيطلعوا بالاوتوكار نحن من اول ما بيطلع الطفل بالاوتوكار بيعقموا له ايديهم، بيكون في مسح، بيكون حتى الشناتي طريقه اخذتها مختلفه. نحن كان عندنا كثير قلق اتجاه هذا الموضوع، انه تواصلت مع الاهالي رجاء، الام اللي بتحس انه في عندها قريب بالبيت، اللي بتحس انه في عندها حراره مرتفعه لحدا من الاشخاص الكبار موجودين معنا معكم بالبيت، انه يا ريت الطفل اول شيء انه طبعا ما نرسله، بس اذا اضطرينا لارساله يا ريت ما حدا يلقى الشنطه، دائما تعقمها لما بتوصل لما بترجع، الكتب عم نحاول قدر الامكان نتركها عنها، يعني في تدابير بيني وبين الام، تواصل مستمر هون بتطمئن الام. تماما. مس ريما، يعني هي الفترة فينا نحن بالروضات نهوي الصف بعد الطقس حلو، الشمس عم تدخل على الصفوف عم تعقم، ولكن بالأشهر القادمة اللي هي حالة خوف كلنا، خايفين من الذروة، خايفين من الذروة مع انخفاض درجات الحرارة، خلينا نحكي كيف رح يتم التعامل يعني بين تدفئة وبين تهوية وبين تعقيم وبين ضبط الأطفال ما يبردوا او ياخذوا برد ويمرضوا بزياده. هلا الانشطه الحركيه ولانه اصلا ما في تمييز بين الانفلونزا والكورونا، ما بنعرف اكيد ما في تمييز لإلها، خاصه الاعراض المرافقه بالتهاب الاذن، التهاب بلعوم، دائما في عنا حاله مثلا التهاب الامعاء، فما عم نعرف انه طفل شبه ممكن برد، ممكن قريب عادي، ممكن الكورونا اللي نحن هاي الكلمه المخيفه اللي بيخافوا منها اطفالنا بشكل كثير كبير. اهم شيء نحن قلنا لك التعقيم، نحن ماشيين عليه هذا التهويه، تهويه الصفوف، دخله الشمس لعنا، لكن حركه الطفل انا بتهمني بكل هالموضوع حركه الطفل، دائما نحن في طلعات خارجيه برات الروضه نحافظ عليها كل اسبوع نطلع لبرا، هلا هذا كان العوامل السابقه، هلا بدنا نكثف طلعاتنا بحيث دائما متعرضين لهواء طريق، دائما متعرضين للشمس، انشطتنا تكون قدر المستطاع خارجيه، يتنفس الطفل هواء نظيف ونمارس هي الانشطه، ونحن برياض الاطفال بتلزمنا كثير هي الانشطه لحتى التنميه الجسميه النفسيه الاجتماعيه، هي كل العوامل هي بدها تساعد الطفل لحتى يكون متقارب كثير مع رفقاته وتهيئه لمرحله عمريه قادمه. فانا مضطره اني كل الانشطه اللي بدنا نساويها بالروضه
وبتمنى من كل الكادر التعليمي الموجودين بالروضات، نحن علينا على الضغط كثير وعندنا مسؤولية كثير كبيرة تجاه أطفالنا وتجاه الأمهات تجاه الأهالي بشكل عام تجاه أنفسنا، أنه نحن محافظة على دول الأطفال ضمن بيئة آمنة سليمة. التعقيم الدائم، يعني مو أنه مثلا اليوم نتكاسل والله عقمنا مبارح المساء، لا، تعقيم الصبح، تعقيم الظهر، لم يطلعوا حتى الأوتوكار اللي بيطلعوا فيه الأطفال، دائما نكون مشرفين نحن بشكل خاص المسؤولين عن الرياض أنه دائما يكون في تعقيم لهيك، أكثر ما هنالك أنه نحن نساعد، نكون إيد بإيد مع البلد، مع الناس، نكون هيك نعطيهم شوي من الأمان، الطمأنينة أنه طمنوا أولادكم بخير معنا بين أيدي أمين إن شاء الله. ومن كل ما قلتي يمكن أهم شيء التشاركية، يعني أكيد أنت بتكملي عملك مع تشاركية الأهل والعيلة، لأنه دور أكيد كبير كثير كمان على الأهل لفعلا تحس الأم بأمان بوجود ابنها في رياض الأطفال. خلينا نحكي عن مرحلة رياض الأطفال اليوم، في كثير من الروضات يمكن بيعتبروا هي رياض الأطفال هي اللي تحطي الولد بهي وقت الفراغ، هذا المفهوم الخاطئ، هذا المفهوم الخاطئ لكل الناس، بيحطوا خلال هاي الفترة الزمنية وبترجع الأم تاخده. لا، خلينا نحكي عن المهارات والقدرات، خصوصا هلا الاماكن محدوده، يعني انا ما كان قبل بتلاقي رياض الاطفال بيروح رحلات، بيروح رحلات ترفيهيه تشاركيه مع روضات اخرى، بتشوف مناطق، هلا عم تكون هي الرحلات مقتصره من خلال دور الحضانه. هي المهارات والقدرات قديش مهمه اليوم خلال عملكم، عم تحاولوا من خلالها فعلا حتى الخوف بيخف، القلق بيخف لما تفعلي نشاطات الولد وتلاقيه مندمج بتفاصيل اخرى ما بيلقط هدول القصص من اهله. اكيد نحن مهمتنا تعزيز ثقة الطفل بذاته. لما بنعطي الثقة للطفل ويمارس كل الأنشطة اللي هو مطلوب، يعني لحتى تنميه اجتماعيا ونفسيا وانفعاليا، كل هاي القدرات نحن بنعطيها، لكن نحن بداية لازم نشتغل على المس ونهيئ له كل الظروف المناسبة اللي بتساعده لحتى هي تكون إيد بإيد مع الطفل. فنحن دائما بنطلب منهم اتباع دورات تثقيفية، دورات للمهارات، الأنشطة التعليمية، لكيف تعامل، خصوصا هلا أغلب الأولاد تلاقي معهم فرط نشاط، يعني أكيد في كمان أكيد. فأنا دائما بنصح المسات عنا وحتى أي مسات متعامل معهم اتباع الدورات، هي الدورات التثقيفية كتير مهمة ومفيدة للتعامل مع الطفل. لكن نحن بيشفي عنا أنشطة بدنا دائما نكون مستمرين التعامل فيها مع الطفل، الأنشطة الحركية، الأنشطة حتى في عنا أنشطة اجتماعية، حتى عنا أنشطة المهارات الدقيقة اللي بتساعدنا على الكتابة، تهيئة للقراءة، للاستماع. فنحن لازم نشتغل على التمييز السمعي والتمييز البصري بالنسبة للطفل، هي المهارات جدا جدا مهمة من خلال الأنشطة. ودائما بنحكي نحن من خلال أنشطة المونتسوري، التعلم عن طريق اللعب، الوسائل التعليمية الخشبية اللي بتكون بين إيدينا، بنعلم الطفل الثقة بنفسه، بنعلم الطفل ومنهيئه للمراحل القادمة اللي بتضل عطيته ثقة بنفسه. مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل العمرية اللي هي بتأسس للمراحل القادمة وبتعطي شخصية كبيرة للطفل. تمام. مس ريما، خلينا نحكي قبل ما نختم مع حضرتك دور الروضات باتباع الغذاء الصحي، لأنه جسم أكيد لازم يكون جسمنا صح، لازم تكون صحتنا صح بغذائنا الصح، والأولاد كتير بيغاروا من بعضهم، فشو هي التوجيهات اللي لازم توجهوها أنتو كروضة تفهموا الأهل كيف لازم يأكلوا الخضرة، وهلأ في مواسم حمضيات وفواكه؟ يعني هلأ نحن أول شغلي أنا في ممنوعات بأكد عليها دائما، ممنوع شيبسات وشوكولا، أول كلمة بتعرفها بيقولوا ماما ريما ممنوع الشيبس، ممنوع الشوكولا، ممنوع العصير، ممنوع السكريات. هلا بيكون الأمهات عم يضحكوا إنه هي كلمة ماما ريما دائما، إنه أنا ببعث لهم على الواتساب رجاء هي الممنوعات. شيبس ممنوع ابدا، حتى انا باكد على الموضوع يا ريت كلنا ننتبه عليه، الفواكه المرسله بالنسبه للطفل مع الموز ما بينبعت على روضه. هلا في اهالي بتحب انه تنبعت، هلا انا ما بحبه لحالتين، انه ينبعت ممكن يكون استواء زائد فعم يؤد اهتراء، وموجود انه بالشنطه موجود الكتب، علبه الطعام، هي الامور فكل عم تخبص ببعضها. وبالنسبه حتى لغلاء المعيشه، يعني هذا الوضع بحب اكد على هذا الموضوع انه الطبقة تكون كلها وحدة، فأنا عندي قدرة أن أجيب لأبني موز، ممكن في حدا ما عنده قدرة، الأطفال بتغار من بعضها، أنا بدي بسكوتي، أنا بدي هيك. فأنا أول موضوع بأكد عليه علبة الطعام، التعقيم اللي نطلبه منه بالنسبة لعلبة الطعام هي الساندويش
طريقة لفته يا ريت ينلف بورق تغليف انه يأكدوا حتى بكل الروضات انه نحن الساندويش يكون مغلفة ومحطوطة ضمن كيس معقم محطوط بقلب الشنطة ضمن علبة طعام حافظة لإله، فنحن هيك بنكون حفظنا قدر الإمكان علبة الطعام لما الطفل عم يجي ياكل. وهي العلبة ممكن نستخدمها لمرات تانية يعني أكيد لكل دائما حد عم هي موجودة دائما. نحن هدول القصص بجوز ما نقدر نجيبهم، ولكن في علب طعام للأطفال هي تستخدم أكيد. عدة مرات دائما موجودة معهم بشكل دائم، مطلوب من الأم انه دائما انا ببعث لها هي القصص انه يا ريت تغسيلها بشكل يومي مع الأنين الخاصة للطفل، لكن التعليمات المطلوبة مننا نحن كنا بالقبل نعمل أنشطة الطعام، كنا بالقبل نعمل فطور جماعي، هي القصص كنا نساويها، نعمل وجبات خارجية خارج الروضة، لكن هلأ عم نعتذر من الأهالي كتير بالنسبة لهذا الموضوع، لا مانع انه الأطفال هني اللي يجيبوا الطعام وقت الفطور الصباحي وبشكل جماعي نقعد ناكل، لكن دائما الأم بحديثة مع طفلة غسل إيديك قبل الأكل، لا تنسى تغسل، دائما هذه التعليمات تنذكر نحن عم نقوم بواجبنا على أكمل وجه، لكن لما الطفل بيكون عاطتيه هي المفردات موجودة ضمن ذاكرته فهو بيسترجع لما يفتح علبة الطعام لأنه أول حدا بيتذكره هو ماما، دائما هي معنا بكل تفاصيلها بكلماتها بحنيتها بأمانة، فهي موجودة معنا، فلما بتكرر له الصبح وهي عم تلبسه ماما انتبه ماما نغسل قبل، فنحن مطلوبين لما بيصير وجبة الطعام كل حدا علبة الطعام قدامه التوتش قدامه منغسل ايدينا حتى منشفي خاصه لكل طفل نضيف ونتضيق ابدا هذا كثير، بس بدنا نحاول ضمن شلون انه اذا البسكوتي مغلفه ومسكره المس هي اللي بتفتحها وهي اللي بتخلي يعني منضيف الطفل الثاني كمان بنحافظ على الحاله الاجتماعيه بين الاطفال، مو لدرجه انه يكون الكورونا بالنسبه لنا يعملنا هالخوف مثل تحسي دائما الاطفال بيقولوا ماما ريما انه هذا غول جاي علينا، انا دائما بقول لهم لما بنتبع لبس الكمامة منعقم إيدينا ومنغسلهم كتير منيح ومنبعد عن بعض هوني نحنا ما عاد يجي علينا، ولا تخافوا أبدا مثل ما قلتي لا تخافوا أبدا مع الالتزام أكيد بالإجراءات أكيد الاحترازية أكيد ونحن إن شاء الله محافظين ضمن قواعد منظمة ومتبعين قواعد الصحة العامة وإن شاء الله ماشيين عليها لأمان الأطفال. أكيد نتشكرك ريما خاصة رياض أطفال على وجودك معنا، مثل ما قلت هي الالتزام والتعاون أكيد. المشترك بتمرن إن شاء الله هي المرحلة على خير. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يكون محبتي. شكرا، يسعد صباحك.